سلام تلاميذ، اهلا مرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم ان شاء الله رايح نقدم لكم ملخص لدروس الفصل الاول لسنه ثانيه متوسط. راح نلخصوا المحور الاول اللي هو مي ماي فريند اند ماي فاميلي، يعني انا اصدقائي وعائلتي. دونك نشوفوا واش فيه هذا الملخص. فيه الحاجه الاولى هي ماي بادي بارت، يعني اجزاء جسمي. راح نتعرفوا على اسماوات الاجزاء المتواجده بالجسم. In English, describing physical appearance using to be and to have. يعني وصف المظهر الخارجي باستعمال الفعلين to be and to have. We have the sound I and A. We have possessive adjectives and possessive pronouns. يعني صفات الملكية وضمائر الملكية. We have describing a location, يعني وصف مكان. And that's all. Let's start. My body parts, أجزاء جسمي. We have body, اللي هو جسم. Head, رأس. Hair, شعر. Ear, أذن. Ears, أذنين. Nose, أنف. Eye, عين. Eyes, عينين. Mouth, فم. Tooth, ذرس. Teeth, أسنان. Shoulder, كتف. Shoulders, كتفين. Arm, ذراع. Arms, ذراعين. Hand, يد. Hands, يدين. Finger, أصبع. Fingers, أصابع. Leg, قدم. Legs, أقدام. Or رجل. Complete. Knee, ركبة. Knees, ركبتين. Foot, رجل. Feet, أرجل. رجلين بلتو. To, أصبع واحد تاع القدم. To هو أصبع تاع القدم. و finger هو أصبع تاع اليد. عندنا to أصبع واحد و toes أصابع. أوكي، هذو نسحقوهم في الوصف. بعدها عندنا describing physical appearance، يعني وصف المظهر الخارجي. Using باستعمال to be، يعني فعل الكينونة. And to have، فعل الملكية. عندنا الفعل to be، عندنا هنا to be and to have in the present في المضارع. I am. You are, she, he, it, is, we are, and they are. على بالنا بلي هذوما الضمائر الشخصية وهذا الفعل مصرف مع الضمائر. عندنا I هو أنا. Am. You, أنت. Are. She, هي. He, هو. And it, هو لغير العاقل. Is. We, نحن. Are. And they, هم. Are. To have in the present, I have, you have, she, he, it has, we have, and they have. To have معناتها أملك، يتسمى أنا أملك، أنت تملك، هي تملك، هو يملك، هو يملك، نحن نملك، and هم يملكون. أبيها نستعملوه في الوصف. Okay. And to be معناتها الحال ديالو كيفاش راح، كيف يكون. I am أكون. You are تكون. She he it تكون يكون and يكون. We are نكون and they are يكونون. Okay. عندنا examples أمثلة. My sister أختي is tall. إنها طويلة، يعني توصف الحال ديالها كيفاش هي. سنستعمل the verb to be is tall. But I'm short. لكن أنا قصيرة. And my brother وأخي is normal height. هو عنده طول عادي، يعني medium، متوسط. Okay. Amina has long straight black hair. يعني أمينة عندها شعر أسود طويل و ستريت، يعني رطب كما نقولوا، شعر رطب. عندنا هنا صفات لعدة أشياء. عندنا صفات هذوما تاع الهايت الطول، صفات تاع الوزن ويت،
صفات تاع العمر age, الفيس الوجه hair شعر and eyes العينين. عندنا صفات الهايت الطول هي tall طويل short قصير normal height or medium height يعني طول عادي. weight الوزن we have fat سمين overweight بدين thin نحيف skinny كيف نحيف underweight معنتها نحيف جدا and slim تاني رشيق. age العمر we have young صغير old كبير middle age يعني متوسط العمر. face الوجه we have long face يعني وجه طويل oval oval بيضاوي round دائري bird لحية كاين وجوه نلقى فيهم لحية and mustache لي mustache and hair الشعر عندنا brown hair يعني شعر بني dark hair شعر dark black or fancy كما قولوا yellow hair شعر أصفر curly مجعد wavy مدرج straight شعر رطب جاي direct long طويل short قصير and bald أصلع. we have eyes العينين we have brown بني green أخضر blue أزرق black أسود small صغير and big كبير. الوصف تاع العينين كاين يكونوا صغار نقول لهم small eyes وكاين يكونوا كبار نقول لهم big eyes. اوكي الان ننتقلوا ل pronunciation or the sounds we have i sounds and a sounds. عندنا هذا الساوند اللي مكتوب فيه a plus i هو i sound واللي فيه e I هو A sound okay like I like I my mine fly why and hi. I معنتها أنا my معنتها ملكي mine أيضا ملكي fly يطير why لماذا and hi مرحبا. we have هنا A like name اسم play يلعب stay يبقى day يوم and say يقول. الآن ننتقل ل possessive adjectives and possessive pronouns. possessive adjectives هما هذوما و possessive pronouns ضمائر الملكية هما هذو. دوك نشوفوا الفرق بيناتهم. this is my book هذا كتابي so it is mine إنه ملكي. okay هنا the possessive adjective يعني صفة الملكية كتبناه قبل الاسم يعني قبل الاسم المملوك. أما ضمير الملكية كتبناه في آخر الجملة ولا بعد الاسم المملوك. اسم المملوك هذا هو it يعني ضمير يعبر عليه. okay so the possessive pronouns يجي more الاسم المملوك أما the possessive adjective يجي قبله. okay before it. بعدها عندنا this is your t-shirt يعني هذا قميصك so it is yours يعني هو ملكك. this is his jacket هذا معطفه so it is his donc هو ملكه. this is her dress إنه فستانها it is hers ملكها. this is our classroom هذا قسمنا so it is ours إنه ملكنا. this is their school هذه مدرستهم so it is theirs إنها ملكهم. okay so toujours possessive pronouns يجو more الاسم المملوك اللي يقدر يكون ضمير ولا يقدر يكون اسم و possessive adjective صفات الملكية تجي قبل الاسم.
عندنا هنا تمرين نزيدو نفهمو فيه مليح. Task 1 I choose نخير هذه ولا هذه. These pens are my or mine يعني هاد الأقلام هما my نستعملو or mine. نقولو of course mine نستعملو possessive pronouns mine. Why? Because راه يقع more الاسم المملوك before the noun. نستعملو هنا mine. نقدر نستعملو my إذا حولنا هذا الجملة إذا ولات these are my pen my pens يعني هذه أقلامي. في هذه الحالة رايحة نستعملو my ماشي mine هنا لأنها قبل الاسم. This is your or yours t-shirt. This is your t-shirt. نستعملو the possessive adjective صفة الملكية لأنها قبل الاسم. Okay, هذا قميصك. نستعملو yours كي نقولو this t-shirt is yours. كي نقولو this t-shirt يعني نبداو بالاسم. عفوا is yours. Okay. الآن في هذه الحالة يكون عندنا ضمير الملكية ماشي صفة الملكية في آخر الجملة. الآن عندنا school is very big نقولو our school نستعملو صفة الملكية لأنها قبل الاسم. أوكي. نستعملو ضمير الملكية في هذه الحالة إذا قلنا This school is ours. Okay, for example. الآن ننتقل describing a location يعني وصف موقع. الآن to describe a place I use لوصف مكان نستعمل adverbs ظروف or prepositions حروف الجر. Adverbs we have like upstairs يعني طابق أو طوابق العلوية اللي نقدر نقوله first second third floor يعني الطابق الأول الثاني أو الثالث. downstairs يعني الطابق الأسفل okay أو طوابق السفلى like ground floor يعني الطابق الأرضي. عندنا prepositions حروف الجر like on the left على اليسار on the right على اليمين between بين behind وراء next to بجوار مقابل بجوار يعني قدام كما قولوا opposite مقابل far from بعيد at the corner في زاوية. task 1 look at the school and fill in the gaps يعني مدونا هنا سكيم لوشيما بعدها نعمروا هذه الفراغات على حساب المواقع اللي عندنا في لوشيما. اوكي. We have here the bathroom is the lab. The bathroom هو الحمام the lab المخبر لابوغاتوا. Bathroom راهو هنا واللاب راهو هنا. دوك عندنا next to the bathroom is next to the lab يعني بقرب من ولا مجاور. The canteen المطعم is the stadium. Canteen and the stadium. عندنا the canteen is behind وراء the stadium is behind the stadium. Good. The classrooms الأقسام are the staff room. Staff room هنا قولوا next to بجوار. And the administration is the staff room يعني الإدارة بالنسبة للستاف روم راهي opposite. Good. opposite to the staff room. staff room هي غرفة العمال ولا غرفة الأساتذة هي في المدرسة. task 2 التمرين الثاني reorder the words to get coherent sentences. عندنا هنا كلمات نرتبهم باش يمدوا لنا جمله مفهومه متناسقه.
The first floor, الطابق الأول. The classrooms, الأقسام. In, are. نبدأ وحنا classrooms. حنقولوا الأقسام يقعون في الطابق الأول. The classrooms. Are. جي الاسم بعدها الفعل. In, بعدها prepositions. In the first floor. After the teacher's room, يعني قاعة الأساتذة, next to, بجوار, is the canteen, المطعم. نقولوا the teacher's room is next to the canteen, ولا the canteen is next to the teacher's room. Both of them are right. ليدو صحاح. نبدأ بهذه ولا بهذه. The teacher's room is next to, يعني بجوار, the canteen, المطعم. The computer room, يعني غرفة الحواسيب أو الحاسوب. The administration, الإدارة. Opposite to, مقابل. Is the same, يعني مدوب. The computer room or the administration. Okay, قولوا the administration, الإدارة. Is opposite, مقابلة. To, لي, the computer room. Good. Task 3. Down, عندنا هنا الأضداد تاع هذه الكلمات and the synonyms. عفوا هنايا هذو opposite, الأضداد, وهذو synonyms, المرادفات. We have downstairs, يعني الطابق السفلي, يقولوا له العكس ديالو هو upstairs, لكن synonym ديالو ground stair. عفوا ground floor, الطابق الأرضي, ground floor or downstairs. العكس ديالهم هي upstairs or first floor. Okay. Far from, يعني بعيد, عكسها near. Dirty, عفسة ملوثة, عكسها عفسة clean, نقية. Story هي طابق, السينونيم ديالها floor. In front of, سينونيم ديالها opposite to, يعني مقابل. School yard هي الساحة ولا الباحة, السينونيم ديالها هي court. Staff room, غرفة العمال, السينونيم ديالها هي teachers, غرفة الأساتذة, teachers room.